بجد تحيي لك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل كابتن الكبار، كل جمهور النادي الاهلي، مبروك النهارده فوز صعب في ظل ظروف صعبه جدا طبعا، اصابات عديده وغيابات كثيره جدا، لكن كل الامور دي هنتكلم فيها طبعا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره. كابتن سيد مبروك النهارده فوز مهم جدا لان الغيابات كثيره جدا والظروف المحيطه في فريق النادي الاهلي في الاصابات بتصعب الامور، لكن قدره كالعاده طبعا في كل الموجود في القائمه، اللعيبه النهارده ادت اللي عليها. شايف الفوز ازاي وشايف الاداء ازاي النهارده مع النادي الاهلي؟ اقول الحمد لله طبعا، يعني مباراه في منتهى الاهميه وفرقه من الفرق اللي عندها معدل جري، معدل بدني على اعلى مستوى، يعني الحمد لله طبعا. يعني يمكن ما فيش وقت ان انت تتكلم على مبررات سواء كانت غيابات او اصابات او حتى بعد للراحه، يعني خلاص يعني الدوري بتتكلم فاضل حوالي 15 مباراه، هي كتير جدا على فكره مش قليل، لكن في نفس الوقت مش عايزينها تبقى فيها بمعنى اللي احنا الدرك اللي احنا بنقوله تكر، يعني الحمد لله رب العالمين. فوز مهم جدا في مرحله مهمه جدا. يعني التعامل هيبقى ازاي الفتره اللي جايه؟ لان برضه انا هرجع كابتن سيد الاصابات، لان العدد كبير جدا، في لعيبه يمكن اسبوع و10 ايام وثلاث اسابيع، فامر صعب جدا في ظل التلاحم الكبير للمباريات. عندنا مباراه كاس، عندنا مباراه دوري عام، هنتعامل ازاي وكابتن سامي وصانع هيتعامل ازاي؟ عندنا واقع، يعني عندنا واقع لازم نعيشه، عندنا واقع لازم نتعامل معاه، يعني بغض النظر عن اي حاجه، ضغط مباريات سواء كانت كل ثلاث ايام او كل اربع ايام، لكن لازم هنعيشه. يعني عندنا مباراه مع بيراميدز في الكاس القديم يوم الاحد اللي جاي، وبعدين سموحه، وبعدين ان شاء الله الرحمن لو ربنا اراد هنكمل يوم اثنين، وبعد كده خمسه الجونه، وبعدين نرجع على ثمانيه في كاس مصر الجديد، وبعدين 12 فيوتشر و16 بيراميدز، وتتلاحق المباريات. يعني كل اللي انا عايز اقوله بس، يعني مش عايز اي كلام في اي حاجه غير الدوري، غير الكاس، غير بطولتين كاس، كل الكلام اللي بنقوله في الغرف المغلقه، ما عندناش حاجه غير ثلاث بطولات دول. خرجنا من بطولة افريقيا او وصلنا للنهائي وما وفقناش، فما عندناش اي حاجه غير ثلاث بطولات محليه. الطاقه الايجابيه لازم تكون بتتقال كده، لازم نتعامل كده، لازم يكون كلامنا الداخلي والخارجي وفي الاوض المقفوله، والخارجي بشكل عام يبقى بالشكل ده. مباراه بيراميدز، مباراه الكاس، مباراه النوك اوت، مباراه الخروج، محتاجه حسابات ثانيه ومحتاجه دوافع جديده بشكل كبير جدا يا كابتن سيد. كيف التعامل مع دي المباراه تحديدا؟ لان مباراه الكاس انت عارف اختلافها بشكل كبير جدا عن بطوله الدوري. بص، يعني في المباريات او في الدوري والمواسم بتبقى عايز بتحسب حسابات المدى القصير والمدى الطويل، وال بتحاول ان انت تجمع عدد من النقاط وتريح بعض اللعيبه عشان تقدر تكمل بيها بقيه الموسم. لكن في الموسم الحالي تحديدا، يعني في ضغطه المباريات اللي احنا فيها، في عدد المباريات او عدد البطولات المتنوعه، يعني ما قدمش غير ان انا عايش اليوم بيومه. يعني النهارده تكسب، بكره ان شاء الرحمن عندنا لعيبه هتخش، ان شاء الرحمن بكره تكون موجوده معانا في مباراه بيراميدز ان شاء الرحمن. يعني ايا كان الوضع خلينا ناخد نفسنا النهارده، مباراه كانت صعبه، مباراه ما فيهاش اي نوع من التوقع. يعني الشوط الاول ممكن تكسب 3 4، الشوط الثاني ما فيش غير الكره اللي دخلت فوق، كانت كمان مس باص مننا يعني، لكن في النهايه هي دي الكوره، لازم تكون مهيئ دايما. والواحد دايما بيقول لهم يعني انا ما عنديش اي مشكله لو وصل للدقيقه 93، لو وصل للدقيقه 94، انا بكره اي حد يعني بعد ما يضيع فرصه يعمل كده، بتضايق منها جدا، بتضايق منها جدا. يعني طالما في وقت خلاص هاتها وثبتها والعب من جديد، حتى لو فاضل دقيقه واحده بس. يعني الاحساس اللي هو ان خلاص انتهت، والاحساس اللي هو يعني خلاص السلبي، وان هي ما فيش فايده، وان هي مش ماشيه معايا، وان هي لا مش هتيجي جول، ده احساس قاتل، احساس وحش جدا. يعني فاضل دقيقه، لا هات الكره والعب من جديد، ان شاء الله الرحمن هنكسب. يعني شكرا جزيلا.